دكتور محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب. بالفعل يعني اليوم ننظم ندوة صحفية قصد بسط بعض يعني المغالطات اللي جا بها التقرير ديال المجلس على الحسابات، اللي وقع له واحد الخلط في الأرقام اللي جعل أنه عدة منابر إعلامية نقلت بأنه الصيادلة يعني لديهم هامش ربحي اللي كيتحدد في 57% و 47%، وهذه الأرقام بتاتا يعني لا تمت بالحقيقة من صلة. إذا الهدف هو تصحيح هذه المعلومات هذه وبسط طريقه ديال 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 تحديد ثمن الدواء من طرف اللجنه البيوزاريه، وكيفيه ديال تحديد ديال الثمن ديال الدواء، وبالتالي الهامش الربحي اللي هو ديال الصيادله اللي هو اصلا منشور في الجرائد الرسميه. مؤخرا تناقلت عده منابر اعلاميه ما ورد في تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنه 2021 حول ما سمي بهامش ربح الصيادلة من ثمن الدواء، حيث تمت مقارنة هوامش ربح صيادلة المغرب مع صيادلة دول أخرى مثل بلجيكا والبرتغال إلى آخره. وفي هذا الصدد نريد بسط التوضيحات التالية والرد على بعض المغالطات التي جاءت في هذا التقرير. أولا بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجب الإشارة إلى أن المعطيات الواردة فيه تم استقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد الصادر سنة 2014 في عهد الوزير السابق الحسين الوردي. الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات تمثل في تأويله الخاطئ لهذه المعطيات، بحيث تم تقديم معامل هامش الربح للصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش ربحي للصيادلة. وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين معامل الهامش الربحي ونسبة الهامش الربحي للصيادلة. فمعامل هامش الربح يساعدنا على حساب ثمن الدواء، بينما هامش الربح هو ما يتقاضاه الصيدلي كهامش ربحي. فبالتالي فمقابل معامل هامش ربح 57% نجد نسبة هامش الربح للصيدلي تتمثل في 33.93%، وهذا ما جاء به مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، حيث أن مرسوم تحديد أثمنة الأدوية قسم الأدوية إلى 4 شرائح من حيث الثمن. الشريحة الأولى اللي هي الأدوية اللي الثمن ديالها يقل عن 299 درهم، وهي يعني اللجنة أو المرسوم تحديد أثمنة الأدوية حدد الهامش الربحي فيها في 33.93%، في حين الشريحة الثانية التي هي أقل من 588 درهم فحدد مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الهامش الربحي فيها للصيادلة في 29.7%، في حين أنه الشريحة الثالثة والرابعة فالصيدلي يتقاضى فقط 400 درهم كهامش ربحي جزافي. وهنا نفسر لكم، دواء ثمنه في الثمن ديالو البيع للعموم كيسوى
40,000 درهم. الصيدلي عنده فيه هامش ربحي جزافي ديال 400 درهم، حولوا النسبة غتلقاو هي 1%، وهذا 400 درهم هي هامش ربحي خام، يعني عاد تتقطع منه مجموع الضرائب لي شارج. إذن أين نحن من 57% و 47%؟ للإشارة، فكنا يعني سنة 2020 قمنا بتوقيع اتفاقية إبرائية مع المديرية العامة، الإدارة العامة للضرائب، اللي حددت متوسط هامش الربح. ها هي الاتفاقية، convention pour la régularisation de la situation fiscale des pharmaciens par déclaration rectificative. La Direction générale des impôts et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Ha wa haddat mutawassit hamish ar-ribh dial as-sayadila al-kham fi 27%. Hadchi ghadi nhtouh likom fi une présentation li ghaykom biha السي مهدي برا، اللي غيفصل فيها لا فورمول ديال لا فورمول ديال احتساب ثمن الدواء، وهذا لو طابلو هذا. في حين انه متوسط هامش الربح الصافي للصيادله حدته الاداره العامه للضرائب في 8%. اليوم نتساءل كيف لنا أن نتحصل على 57% و 47%. من جهة أخرى، وعلى أساس ما سبق، فإن مقارنة هوامش الربح مع صيادلة الدول الأخرى ستصبح مشوهة وغير دقيقة. زد على ذلك المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات في هذه المقارنة لا يمكن وصفها إلا بالسطحية، لسبب بسيط، هو أنه هوامش ربح صيادلة الدول التي ذكرها التقرير تعتبر هوامش ربح مركبة كومبوزي، كومبوزي، حيث تتكون من عدة عناصر أهمها تعويضات قارة عن عملية صرف الدواء، زائد نسبة هامش ربح من ثمن الدواء. وهنا يجب القول أن التعويضات القارة تشكل النسبة الأكبر من هامش ربح الصيادلة ديال هاد الدول. نعطيكم غير مثال، في بلجيكا، ذكر هذا التقرير، الهامش الربحي الاقتصادي عند الصيادلة هو 18.6%، لكن ملي كنحسبوا مجموع التعويضات التي يتلقاها الصيدلي البلجيكي، يتلقى تعويضات عن صرف الدواء، لا ريمونيراسيون سور لاكت دو ديليفرونس، يتلقى تعويضات عن حق استبدال الدواء، لو دووا دو سوبستيتيسيون، ملي كيبدل دواء اصلي بدواء جنس يتم تعويض هذاك الصيدلي. اضف الى ذلك تعويضات عن التلقيح داخل الصيدليه، عن الكشوفات السريعه، الى غير ذلك. فان الجدل الذي اثير مؤخرا حول هامش ربح الصيدلي المغربي الى الحد الذي جعل بعض المنابر الاعلاميه العالميه تهتم بالموضوع، هو جدل وراءه ايادي خفيه تريد ان تحصر النقاش، او نقاش تسهيل والولوج المواطن الى الدواء في هامش ربح الصيدلي، علما انه الحلقه الاضعف في قطاع الصيدله، والنتيجة في النهاية هي الإجهاد على ما تبقى في
من قطاع صيادلة الصيدليات. فصيادلة المغرب واعون بضرورة إنجاح الورش الملكي يوميا في هذا الاتجاه، لكنهم متفقون أن لا يكون ذلك على حساب قطاعهم، وأن لا يكونوا ضحية عجز بعض المسؤولين عن وضع التشخيص الصحيح لمعضلة تسهيل ولوج المغاربة للصحة بصفة عامة وللدواء بصفة خاصة.